الحريره المغربيه. الحريره المغربيه رحنا صايمين هذا النهار اجواء رمضان، اجواء رمضان. وهادو لي كريب، لي كريب السبانخ صحيين، السبانخ والبيض و سون دافوان. وهادي هي، وهذا هو. وهذا العصير فريز واناناس، وهذا هو المغرب ديالنا. نفطروا. بسم الله على بركة الله. الحريرة المغربية منكم اسمها هنان ذو الحريرة المبتدئات، اما كايا كلشي عارف يدير الحريرة. المبتدئات اللي غادي يتزوجوا ويديروا ديرانهم تو، هادي العدس اللي غسلتها مزيان، نقيتها وغسلتها ودرتها في الماء، وهذا الحمص اللي الديجا كما اللي كان بعد الديجا كان مرطب، وهالبصله وماتيشا والثومه والقزبر ومعدنوس. القزبر ما كثرش بزاف، معدنوس والكرافس قصر شويه، وشويه كفته درت فيها الكفته ما درتش فيها اللحم. وهذا حتى التالي نديرو مع الدقيق ان شاء الله، من كمل الحريره تطيب وندير معها، نزيد معها القزبر بكثره وماتيشا ومع الدقيق. دايما هذه الحريره ديالي كنزيد فيها في التالي، وغادي ندير لكم الترموميكس هذا النهار. كنت غادي غير نطيب فيه نصطيبه ونرد في الماميطه، لان ندير بزاف مع عائله ما كناش ترموميكس، ترموميكس صغير. واخا على بركه الله. هو انا درت كلشي في خطره، قزبر كرافس معدنوس شا كرافس وشي قزبر وماتيشا والثوم، كلشي درتهم في خطره باش نطحنهم ترموميكس. هاد الحياة تاع تيرموميكس غادي ندير لها عشرة ثواني، بتاس عشرة. نديرو زيت الزيتون، اللي بغا يدير زيت الزيتون يديرها، واللي بغا واللي بغى يخلط، انا بغيت نخلط زيت الزيتون مع زيت الروميه هادي، وندير الحمص. الحمص نديرو الاول، وندير القرفه، ونعطيها بالماء نعمر الماء، ندير ماكسيموم حتى غادي نزيد فيه الماء الماكسيموم حتى حتى لهنا. غادي ندير هاد الماطيش تاع الحك، لان ندير هادي ما ديرش شي القوطي تاع الحديد، ندير هادي نشوي هادي شمشي بزاف وسط، لان كندير فيها الحب تاع الحب بزاف. لان راكو عارفين هادي. وغادي ندير الملح هاد، لحقاش انا غادي نبقى نزيد شوي شوي نقلح هذا، ونبقى ندير شي شي بحال العدس نصبر شويه ونزيدو بحال كلشي العطريه، ونديرها كلشي. وكتعرفوا العطريه كاين الزنجبيل القرقوم الفلفله، المهم اللي عندك في الدار وصافي اللي. وانا غادي ندير له ترموميكس، غادي ندير له 45 مينوت. ما نديرش 45 صافي، غير ندير 30 مينوت ابري نحلها ونشوف، نحلها ونشوف. وندير غوما حرارة تاع، وندير هذا باش ما يلمس الموس ما يطحنش لون فيغ. ندير هاد الموس هذا باش ما يطحنش. الناس اللي عندهم ترموميكس ندير واحد ابري حتى تبقى يطبخ، ونردو نديرو لاكويار تاع الطحين. دوك ندير واحد ولا ندير واحد ونص. هيا راني درت قزبر في الاخير مع ماتيشا
وغادي نزيد عليها واحد الكاس ديال الماء، ونزيد عليها الدقيق اللي كندور به الحريره. هو ندير واحد تلت مغارف داكشي على حسب الحريره نتاعكم شحال عندكم. الا كان خص نزيد ان شاء الله. وديجا هضرت لكم على هاد الفرينه هاد الفرينه هادي مزيانه بزاف نتاع بيو، نص كومبليت دومي سيمي كومبليت فوالا. هادي مزيانه صحيه بزاف، مديرش الفرينه واحد في السكر ولا يعني ما يدير ريجيم ولا ما يديرش فرينه بيضاء. دوك غادي نديرها حتى هما ماكش نخلط هادشي كامل. صبر مطيشه والدقيق كيف قسم كيف تقطي البنه مزيان. درتها ما درتش فيها الحمد لله فيها الكفته نصرحت شويه نرمي فيها الشوربه دقيقه درت فيها كلشي، درت فيها العطرية كلشي درتها فيها. اسماعيل من الكبار، ما نساوش ناس بوبيا واحد واحد.